مباحثات سعودية تركية جادة حول الوضع في سوريا، اتصال سري بين الطرفين إلى العلن، والرئيس السوري بشار الأسد في أقوى تعليق: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة. فماذا ناقشت المباحثات؟ وهل تعيد السعودية سيناريو 2015 إلى الواجهة؟ لا تزال تطورات الملف السوري تستدعي اهتمام العالم، فالصراع الذي بدأ قبل أكثر من عقد لم يكن مجرد أزمة داخلية، بل تحول إلى ساحة تجاذبات إقليمية ودولية شهدت تبادلات دراماتيكية في المواقف والسياسات. السعودية التي لطالما اتخذت موقفا حاسما ضد النظام السوري في بدايات الأزمة تتصدر اليوم مشهد الجهود الدبلوماسية في تحول يعكس تغير موازين القوى وضرورات المرحلة. فكيف ظهر هذا التحول؟ اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيداي كان كفيلاً بإظهار هذا التحول بوضوح، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول. ناقش الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا في ظل تصعيد عسكري جديد شمال البلاد، فماذا في موقف السعودية من الأحداث الأخيرة؟ في أكتوبر 2015 كانت الرياض في طليعة الداعمين للحراك المناهض للرئيس السوري بشار الأسد، واصفة التدخل الروسي العسكري بأنه خطير للغاية، وفق تصريحات وزير خارجيتها آنذاك عادل الجبير حسب بي بي سي. المملكة العربية السعودية تنظر في استضافة المعارضة السورية، ومع ذلك عكست السنوات الأخيرة تبدلا واضحا في نهج السعودية، حيث برزت كطرف يسعى للتقريب بين الأطراف السورية ودفع الحوار الإقليمي نحو حلول سياسية. منذ بدء الأزمة في عام 2011 وحتى اللحظة كان الملف السوري مرآة الصراعات الدولية. في عام 2015 تصاعدت حدة التوتر بعد التدخل الروسي لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من دول إقليمية مثل السعودية وتركيا. لكن مع مرور الوقت وتغير ديناميات الصراع باتت الأولويات الإقليمية مختلفة، حيث تسعى الرياض إلى لعب دور أكبر دبلوماسيا وتأثيرا في إعادة الاستقرار إلى سوريا، وهو ما انعكس في تحركاتها الأخيرة تجاه أنقرة. تصعيد الأخير في الشمال السوري، ماذا يحصل على الأرض؟ يشهد شمال سوريا تصعيدا غير مسبوق. الجيش السوري أعلن وفق وكالة الأنباء السورية استعادة السيطرة على عدة بلدات، في حين واصلت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام عملياتها العسكرية تحت مسمى ردع العدوان، محاولة قطع طريق إمداد الجيش جنوب مدينة حلب. الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات نقلتها الوكالة ذاتها شدد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، مؤكدا مواصلة القتال ضد ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية المدعومة خارجيا. هل تدفع السعودية نحو خارطة طريق جديدة؟ في ظل هذه التغييرات يبرز الدور السعودي كوسيط قادر على تقريب وجهات النظر بين الفاعلين الإقليميين. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن يثمر هذا التحول في المواقف عن حل سياسي ينهي سنوات من المعاناة؟